قررت جولة صباحية نتعرف من خلالها على مكان جديد وجولة بصباحات الرمادي. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحكم ويسعد صباح كل مشاهدي قناة العراقية. صباح الخير زملائي في الاستديو. صباح الورد محمد، قل لنا أنت اليوم وين وين راح تفرنا؟ طبعا احنا اليوم نتواجد بمكان جديد، هو في سوق الرمادي وبالتحديد شارع الأطباء. طبعا هذا الشارع من أقدم الأسواق المحافظة في الأنبار. طبعا يمتاز هذا الشارع ب يعني المحال التجارية لبيع ملابس الأطفال وبيع ملابس الرجال والنساء والمكاتب القرطاسية. طبعا يعني امتيازات هذا الشارع هو عيادات الأطباء بكثرة والصيدليات، فسمي بشارع الأطباء. طبعا راح ناخذكم جولة أنا والزميل المصور، يعني شوفكم شارع الأطباء والحركة الانسيابية اللي موجودة داخل هذا السوق. السلام عليكم، يسعد صباحك. حياك هلا بيك، اهلا وسهلا. صاحب محل ان شاء الله. شلون بدي اشوف اليوم شارع الاطباء، شلون حركه السوق اليوم؟ الحمد لله حركه جيده، الحمد لله، والامن والامان كل شيء جيد الحمد لله والشكر، نحمد الله ونشكره على الامن والامان ان شاء الله. شلون بدي اشوف اليوم حركه السوق، البيع الشراء؟ الحمد لله كل شيء كنت زين الحمد لله زين. زين يعني اذا لاحظ بديتوا تنزلون الملابس الشتويه. نعم، ملابس الشتوية راح ننزلها بالجديد الحمد لله، والأمن والأمان كله زين. شكرا جزيلا لك. طبعا هذا السوق طبعا تم الإعمار به حديثا بعد أن تعرض لعمليات إرهابية. طبعا المصور يصور المعالم اللي موجودة بهذا السوق. طبعا يعد سوق الرمادي من أقدم الأسواق في محافظة الأنبار وبعد تعرضه للعمليات الإرهابية. محمد إذا تسمعني، محمد أصحاب المحال التجارية. نعم محمد، نعم. إذا تسمعني، نعم. باعتبار أنه بلش الجو يكسر وصح الأسواق صارت تنزل ملابس خريفية أو شتوية، يا ريت تسأل لنا المواطنين عن الأسعار إذا هي مناسبة لهم أو يواجهون مشكلة همينة بالأسعار وارتفاعها، وهل أكو سيطرة على الأسعار بشكل عام، نعم. حتى تكون بمتناول اليد؟ نعم طبعا راح نلتقي بالمواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام. يسعد صباحك. اهلا، صباح الخير. أهلا، حياكم الله. عبد النعم الدوسري. استاذ منعم، حدثنا اليوم عن الاسعار، اليوم باسعار السوق والملابس. اليوم هسه بدت الموسم الشتوي بدت تنزل، شلون شفت الاسعار اليوم بدايه هذا الموسم؟ اول شيء صباح الخير على ربوع عراقنا الحبيب شمالا وجنوبا شرقا ووسطا. الحقيقه احنا تعرف جنابك انه هذا السوق يعتبر من اقدم الاسواق، اللي هو كان طبعا هو كان يسمى العزيزية، لكن مطلع السبعينات بداية السبعينات تحول بعض الأطباء وبعض الصيدليات إلى هذا المكان، فبدأ يسمى بشارع الأطباء، كون أن تعرف القرى والأرياف كانوا يتبضعون من هذا السوق بأنه سبب أنه كان ماكو محلات في مناطقهم، فكان يأتون صباحا يعني يتريقون وبعدين يأخذون بضاعهم ويجون. الحقيقة ما يعانيه الآن السوق هذا من الغلاء الفاحش جدا، هناك أسباب عديدة. يعني احنا لو ناتي الى حقبه الثمانينات انه كان استقرار مثلا بسعر صرف الدينار العراقي، الان صرف السعر الدينار العراقي عالي جدا، اضافه الى ذلك انه اجار المحلات ارتفع. يعني هسه يمكن بعض الاخوه اصحاب المحلات اذا سالهم يمكن اقل محل صغير هو سعره 750 الف دينار يرتفع صعودا على حسب مساحه المحل. يعني اكو محلات هنا حسب ما اعرف من بعض الاخوه يصل يعني سعره 3 ملايين بالشهر، فتعرف هاي ايضا راح تاثر على القوه الشرائيه وقوة الدفع للمواطنين. ضف إلى ذلك الآن ارتفاع الدولار أيضا عندما يرتفع اعتيادي الأسعار ترتفع، النقل أيضا الشحن. ولذلك احنا نعمل يعني من حكومة العراقية الموقرة أن يكون استقرار بالدولار، أن يكون هناك فد سعر يعني موحد للأجارات. تعرف أصحاب المحلات أيضا يعني وراء محل وراء عامل وراء تسوق من بغداد، تعرف مركز السوق الآن في بغداد في الشورجة، فال يعني أوردي إنه من صاحب المحل من يجيب راح يعطي أجار، بهذا الشيء راح ترتفع بعض ال. زين أستاذ من أعمل اليوم، شوف يعني تتجول بالسوق، يعني تم
تبضع للموسم الشتوي، شلون شفت الاسعار يعني؟ خل اكون واضح وياك، الحقيقه الاسعار متفاوته، ولكن المواطن يعاني من شغله انه ما يتبضع الان الا وقت الراتب، يعني يمكن بعض الاخوه اهل المحلات يمكن يعرفون احسن من عندي، يمكن القوه الشرائيه مالتهم تكون يعني ميته او جامده الى نهايه الشهر، يعني عندما ياخذون الموظفين رواتبهم يعني ممكن يكون اسبوع التبضع. الاسعار حقيقه يعني بعضها غاليه، يعني حتى احنا نعتب على الاخوه التجار انه بدل ما يكون تكافل اجتماعي ومساعده للمواطن، تعرف احنا عندنا عوائل شهداء هوايه وعوائل جرحى هوايه، الناس متضرره، يكون يعني السعر يعني مثلا البدله اليوم مالت البنات ب 30 وب 40، هاي الصدريه مالت البنات مال المدرسه، ايضا احنا عندنا نشوف اليوم انه نقص عندنا بالكتب والقرطاسيه، فاعتيادي ابو الطالب راح يضطر انه راح ياخذ من الاسواق من المكاتب، بيروح على المكتبه ايضا راح يلاقي الدفتر غالي، القلم غالي، يعني احنا نتامل موسم عام جديد بالضبط. ولذلك حتى جنط الحقائب ايضا اسعارها يعني مرتفعه بعض الشيء، اكو بعض البضائع الحقيقه. نعم احنا طبعا نشكرك استاذ منعم، ممنون لك. نعم مستمرين بجولتنا مشاهدي قناه العراقيه بهاي الجوله الصباحيه من محافظه الانبار، وراح نتجول وناخذ محمد يا ريت نسمع محمد نعم يا ريت نسمع من اصحاب المحلات اذا عندهم باعتبار انهم يعني بالسوق من زمان، اذا عندهم مشاكل بالبنى التحتيه، اذا شنو او مشاكل بالكهرباء، خلينا نسمع من عندهم شنو المشاكل اللي بالسوق، وممكن حتى يوصل صوتهم للجهات المعنيه واعاده تاهيل السوق بالشكل اللي يشوفوه مناسب. طبعا تم تأهيل هذا السوق حديثا بعد الخراب والدمار اللي حدث من قبل تنظيم داعش الإرهابي. نعم. طبعا راح نلتقي بأصحاب المحال التجارية ونقول لهم يسعد صباحك. حياك الله استاذ، مرحبتين مية هلا، الله يسلمك، حياكم الله. حبيبي شلون تشوف اليوم انت كصاحب محل، شلون تشوف اليوم اسعار الايجارات؟ والله اسعار الملابس يعني اسعار الايجار يعني اثر على المواطن الانباري من خلال بيعك للملابس. حياكم الله استاذ كل الهلا، قناه العراقيه وكادرها الطيب. والله عاده الاسعار بمحافظه الانبار اسعار كلش غاليه، يعني الناس تعاني من هاي المساله. بالنسبه للموسم الدراسي يعني الصدريات القمصان احنا متوفره عندنا، بس موضوع الزي اللي تجتهد به المدارس كادر المدرسة، لأن احنا عادة معروف عليها الرصاصي النيل الأسود، الناس تاخذه سنويا. هاي خلال هاي السنتين الناس اجتهدت، ما نعرف انه هو هل هو كتاب صادر من مديرية تربية الأنبار أو من مدراء المدارس أو المديرات اللي تجتهد بهذا الموضوع. فبالنسبة للعمل يعني ما نقول كلش ضعيف حال، متوسط، بس بالنسبة للأسعار يعني أسعارنا كلش حلوة، اسعار زينه. شوف طبعا الحركه جدا انسيابيه داخل سوق مدينه الرمادي. طبعا البيس تقريبا تطلع عندك الجنطه مثل الجنطه 8000 دينار، واكو نوعيات على 10 الاصليه. الصدريه تتوصل الى 12 الى 13 الى 15000 دينار. بالنسبه القميص 8000 10000، واكو نوعيه تيشيرتات على 5000 دينار التيشيرت موجود. فيعني اسعارنا حلوه، بس هو الناس الله يعينها، القوه الشرائيه ضعيفه مو كلش قلت لك، بس هاي الناس على حالتها الوسط وتقدر تمشي نفسها. موضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء دا تعاني الناس من عدم، مساله الوطنيه دا تعاني همات الناس من عدم، المولدات اجاء تسعيره الامبيريه تكون بالسوق هاي ثابته، يعني حتى اذا ينزل سعر الامبير دا تنزل الدوله، لان يقول لك احنا 24 ساعه وماكو وطنيه، فتكون بين ال 20 بين ال 18 توصل مرات ال 22000 دينار. شكرا جزيلا لك. 100 هلا استاذ محمد، حياكم الله. على راسي، طبعا احنا مستمرين بجولتنا في سوق الرمادي. نعم محمد، يعني الشارع هذا مختص ببيع ال 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 نعم يا محمد، شكرا لك وشكرا لهذه الجولة الصباحية من محافظة الرمادي وتحديدا الأنبار، شكرا لك يا محمد. مشاهدينا مكملين وياكم برنامجنا لكن بعد الفاصل.